مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة الشمس. ما تنسوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير بصحة جيدة إن شاء الله يا رب. بسم الله. اليوم غادي نصاوب معكم بيتزا بالفرماج والصلصة. عندي 4 كيسان ديال الدقيق، غادي ندير نص معلقه صغيره ديال خميره ديال الحلويات، شويه ديال البزار، فلفله حمراء، الزعتر مطحون، والملحه كتبقى على حسب الذوق. عندي نص كاس ديال الزيت، زيت الزيتون، الخميره معلقه كبيره مذوبه مع معلقه صغيره ديال السكر، صافي. وكنخلط العجين ديالي، الماء كيكون دافي شويه ما كيكونش بارد. كنزيد الماء شويه بشويه حتى كنشوف القياس ديال العجين اللي باغيه. صافي، كتاخد ليا جوج كيسان لارب ديال الماء، كنغطيها كنخليها تخمر. من بعد ما خمرات غادي ناخذها نسرحها بالمدلك. الفران عندي كي سخون، كنرشها بشويه ديال الدقيق وكنسرح بالمدلك. انا درتها غير في هاد المقله هادي، دهنته بالزيت ورشيت بالدقيق، صافي. وكنقد عليها العجين ديالي، العجين اللي كتكون رقيق ما كتكونش غليظه، كندخلها الفران حتى كطيب. صافي طابت، حنا جبدناها كطيب نص طيبه. كناخذ 3 ديال الفرماجات ديال لافاج كيري وكندهنهم بحال هكذا، كنزيد عليها لاصوص، كندير عليها من الفوق فرماج موتزاريلا وفرماج الاحمر، وكنعاود ندخلها للفران. كتجي سهله وهشيشه بزاف. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى نال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على المشاهده، والى اللقاء الوصفه اخرى ان شاء الله باذن الله.